والنعمة ما صدقت نفسي لقيت جيجي داخلة عليا وبتقولي إن هي خارجة النهاردة عشان ماشي يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكة النهاردة. صحيح يا حبيبي؟ حبيبك؟ آه حبيبي حبيبي ونور عيني كمان. وأنا ليا حد غيرك؟ آه ليك يا موح ليك أمك ولا إيه؟ أمي دي أمي إنما أنت روحي الهوى اللي بتنفسه عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب أقول لك على حاجة بس ما تقولش عليا عبيطة. قول عبيط. أنا كنت بتسحب كل ليلة وأدخل أتفرج عليك وأنت نايم أبص على حتة حتة فيك أملي نظري منك. كنت ببقى حاسة إنك وحشني قوي حتى يعني وأنت مسيني بعلقة ومصبحني بعلقة. عارفة بنت أموحة أنا بقى ما كنتش بعرف أنام إلا لما أقعد أفكر فيكي. بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا تميمي ما تصبر مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انا انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها ما كنتش بسامح نفسي ابدا وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي يا لهوي يا بنت في ايه ما تظبطي هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت في ايه؟ قالولك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق مش كده؟ طبعا وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطلب اللي مش عارف. ايه يا عمتي في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه يامه ده كان هيبوسها هيبوسها. بستك عقربه فين حبايه عيني؟ يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهو متنحنح كده ليه؟ ايدك فين؟ شيل ايدك دي. يا عمتي ايدي اهي ايدي اهي في ايه؟ تستغفلوني يا ولاد الكلب. اخس عليكم يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود ومنيل اهياني ياني 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 ياني. اهدي يا عمتي اهدي في ايه ده احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه يما عشان ننزل نجيب الشبكه يما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي انا وينا. طب ما تزغرتي يا بنتي يا موحه خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي مش وقته. ما ينفعش نزغرت يا عم البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرت بشويش يعني ما دام البيت متنكس نزغرت بشويش. زغرت بشويش اه. بس الست لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني ها فكرت ولا لا وانا اصلا مش في دماغي. ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من ناس تقال بشويه علاقات معاها مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غالي ما بقاش حمل لا سياسه ولا قرف. فعلا السياسه ده وش وجع دماغ ما اعرفش ده عيب ايه ولادنا شعبيه فين وانا اصلا مش في اللعبه دي خالص. اظن عارفه مصلحه بابي كويس مش مستنيك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفع اقوله دول. شايف؟ شايف يا شيمي بتعاملني ازاي شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه يا غالي انا هتكلم مع الدوشه في الموضوع وخصوصا الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني الناس دلوقتي بقى عندها وعي عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط والنهارده كل يوم في حملات بتدعم لترد الفلوس يعني الراجل اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير فاهمني؟ المفروض تبقى خسرت فلوس الحمله. لا مش هتخسر فلوس الحمله دي امرها سهل جدا عشان الناس هم اللي مرشحينك وده معناه انهم هيدعموك يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم على الكل. هم فاهمين كده كويس. بقول لك ايه يا غالية ما تكبريش الموضوع في دماغي والنبي. يا بابي الموضوع كبير لوحده، أنا مش فاهمة إزاي مش مديه اهتمام، ده أنت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين؟ شايفة كده؟ أنا مش شايفة غير كده، بس عدت الليل. يا فين إيه؟ دانيا تاكل؟ ما لقيتش أي حد هناك، ولا حتى فلوسي. مش عارف، كل اللي كان معايا راح في لحظة. ودينا أهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المره دي مش سهله يا ابو يحيى انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس ازاي الكلام ده؟ مش عارف بس الحكومه مش هتيجي لغايه المحل وتجري ورايا الا لما يكون عندها اخباريه وانا دلوقتي مش هينفع اشتغل في اي حته
اكيد دلوقتي بتدوروا عليا وقلبين الدنيا. والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه، بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. طب انا عاوز منك خدمه، الشغلانه انت قلت لي عليها لو ينفع بس. يا سيكا يا سيكا، الشغلانه دي كانت امبارح، اكيد النهارده طبعا في حد اخذ مكانك. اه طيب، انا مفيش مكان اروحه دلوقتي، وانت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس ثبات عندك ليلتين لحد ما ادبر اموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، انا مش عايز مشاكل. لا لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما اعرف انا هعمل ايه، مش هتشوف خليتي تاني. ماشي، بس شايف دول ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى. شكرا. في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سابق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبه قوي ان الجنرال بجلاله قدره يطلب عمليه بسيطه زي دي، ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجه، الناس من الضنك اللي هي عايشه فيه ممكن تعملها، فاهمها لي بقى. مش شغلتك، مش شغلتك انك تفهم سبب لكل حاجه. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل بتبقى صغيره قوي بس في تاثيرها بتبقى كبيره قوي، اكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهايه مش شغلتك انك تفهم، انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سيدي، مفهوم. كلام اللي انت قلته لي اخر مره ساعه موضوع التمثال انا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام، كلام في الهوا في لحظه سرحان. بس مش كل مره اعتبر كلامك كده، وخد بالك كويس قوي من كلامك معايا. تمام تمام يا سيدي. دي صور الأرض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحدة واحدة. أنا خلاص اتفقت مع صاحب الأرض، ما فاضلش غير أنتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس أنت متأكدة إن الأرض دي ممكن يكون فيها حاجة؟ أنت عارفة الأجازة والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. أنا من نظرتي متأكدة إن هي فيها حاجة. مع احترامي الشديد، إيه اللي بيأكد لك نظرتك دي؟ يا فندم أنا متخصصة في تاريخ الآثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هما مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره اطلع اثار مدفونه، التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده. اتمنى لو يكون فيها، واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك، طبعا انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف ان شاء الله، مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. اكيد ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، ويبقى في واحده على اليمين واحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف، تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا باشا. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا؟ عايزك تعدي على الرائد قبل بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا، عشان نأمن نفسنا من اي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هدية ايه؟ ماشي يا باشا، انا هلفها لفه تمام واجري على هناك على طول. مع الاذن. مع السلامه. انا ماشي يا فادي، راح التمرين. عايز حاجه؟ استنى يا عم كده، انا عاوزاك. ادي قاعده يا ستي، قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز؟ رول نمبر 1، اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2، شرب كتير في اي مكان ما يحصلش، لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. معاملتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبتي. تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل بطاريه. ماشي يا روحي. عايز حاجة؟ أشوفك بالليل؟ أوكي.
دايما قاعد لوحدك. انا بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك بتمشي لوحدك، مش غريبه شويه ولا؟ غريبه جدا، غريبه. والشيء الغريب فيها انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبه شويه ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجه كده يعني. طبيعه شغلي بتخليني ابقى دايما واعيه من الناس اللي حواليا. انت بتشتغلي ايه؟ مذيعه. احتمال ابقى مذيعه، مش متاكده لسه. قول ان انا خريجه اعلام. اقول طب يعني ليه ليه احتمال تبقي مذيعه يعني؟ عملت انترفيو مستنيه النتيجه وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسيه، ما تخونيش. كمان عندك الحساسيه؟ كويس. مين صاحب المحفل؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط. في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطه؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. هل هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا طيب؟ انا اسمي دياب. ديبو. ديبو. انا اسمي امينه. ازيك امينه؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مره، فاكر؟ فاكر. وعلى فكره صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني بتكسف؟ بتكسف جدا. طيب المره الجايه ما تكسفش. حاضر.